جاءوا إلى الحياة مجهولي الأبوين. وحدهم في هالدنيا، إلين امتدت يد تمسك بيدينهم الصغيرة وتنتشلهم من اليتم القاسي. كان صعب علي جداً أني أتفهم كيف تخلوا الآباء عنهم. سمها الغامدي أم بكل معنى الأمومة، احتضنتهم مثل أولادها. لما وصل عمره 7 سنوات كان يقول لي أنت حملتي فيا ونسيتي. منى مثال للنجاح، كيف تجاوزت عقدة اليتم، كيف اكتسبت ثقتها بكيانها وانضمت إلى جمعية كيان. الحمد لله أنا من يوم كنت صغيرة كان عندي سبحان الله ثقة باللي ربي رزقني فيه أن أنا أكون من فئة الأيتام. كيف تلقت فاطمة نويصر الموافقة على تبنيها طفل ما كمل سنتين؟ كنت بالجمعية، اتصلت علي مديرة الدار قالت لي الحمد لله جت الموافقة الرسمية. قلت لها انتظري بسكر السماعة بطلع بالشارع بصرخ من الفرحة وأرجع. أنا أعتبرها رسالة بالنسبة لي أني أنا يعني أساعد طفل أنه يلاقي أسرة، هذا أهم هدف عندي في حياتي. وكانت بداية الرحلة الطويلة في حياة سمها الغامدي امتدت ال4 عقود. من دار الحضانة الاجتماعية في ثمانينات القرن الماضي إلى جمعية كيان قبل 7 سنوات، ودائماً كانت سمها تطرح على نفسها هالسؤال. علاقتي مع الأيتام علاقة عمر، يعني أنا ما كنت أتخيل في يوم من الأيام وأنا أدرس في الجامعة أني والله راح تكون مسيرة حياتي مع الأيتام. رحلة شيقة وصعبة ومثمرة، رحلة عطاء وعمل إنساني رائد. في الواقع لما يعني جاء التعيين وطلبوا مني أني أنا أكون أخصائية اجتماعية في دار الحضانة، كانت في ذاك الحين ترأسنا الأميرة سارة بنت محمد بن سعود اللي أحييها وهي رائدة العمل الاجتماعي، فقالت أنا أجدك مع الأيتام. كان صعب علي جداً أني أتفهم كيف تخلوا الآباء عنهم. بديت فعلاً أدخل في هالعالم، أثر علي نفسياً كيف أنا يعني معنى الأسرة هذه اللي أنا عمري ما فكرت فيه. الله أعطاني أسرة وأعطاني اسم عائلة وأعطاني كل شيء، وهذا الطفل محروم حتى من اسم الأسرة، مو بس فقدها، فقد حتى نسبه، فقد يعني كل ما يربط بها الأسرة. يمكن من أكثر المواقف المؤلمة للأيتام عندما يرون أن في أسرة حضرت وأخذ الطفل واحتضنته وهو ينظر لها، كان هناك نظرات ألم في كل ما يعني وقت أنا أشوفه في عيونهم عندما يرون أن هناك طفل وجد أسرة وهو لم يجدها. كان في نظام أسرة صديقة، أنه ممكن يطلع الأسرة الصديقة كم يوم أو في نهاية الأسبوع ويرجع. يؤلمني جداً أنه يرجع أحياناً من الأسرة ولا تعود لأخذه، فيبقى منتظر نهاية كل أسبوع يجهز نفسه في انتظار أن تعود تلك الأسرة التي منحته ربما لمرة واحدة فرصة الخروج. يعني هو حاول يقدم لهم شيء خير، لكن للأسف هم أساءوا له بدرجات كبيرة جداً، انتكس كيف أنه أنا لم أجد القبول في هالأسرة. مرة أخذت أنا ابني عمر في يعني في فترات من وأنا لم أنجب بعد. هو طبعا طفل يعني من الأطفال ذوي الظروف الخاصة، ولكنه
كان في ذيك الفترة هو من الأولاد الملفتين للنظر، كنت أحتضنه وأخذه معايا وأرجعه للدار في بداية دوامي اللي بعده. فكانت بداية احتضاني الجزئي العمر يعني كأسرة يعني صديقة هي التي حركت في داخلي أني لابد أن يكون عندي في البيت من يعني أحتضنه بصورة كاملة. لما وصل عمره 7 سنوات كان يقول لي أنت حملتي فيا ونسيتي، أنت أمي، أنت حملتي بي ويمكن أنك نسيتي. كررها باستمرار وكنت أحاول أقنعه أني حملتك في قلبي يعني وأحببتك، لكني يحاول أن يجعلني أعترف أني أنا أمك يعني بأي طريقة كانت، حبا في أن ينتسب لي بأي طريقة كانت. وجود عمر ما قفل باب سمها إلا أن فتح قلبها وبيتها من جديد. فإيش قصة محمد؟ الله سبحانه وتعالى كتب لي أن أختار أحدهم اسمه محمد مع ابنتي شيماء، كنت في وقت النفاس فأخذت محمد وأرضعته رضاعة كاملة مع ابنتي. لكن عندما بلغ 3 أشهر أصيب بحمى أصابته بتخلف عقلي بسيط وأثرت على قدراته، كان يحتاج عناية صحية مستمرة. في صور كثيرة هنا موجودة، صورك لما رحنا البر، تحب البر أنت؟ معاك هنا. معاك ايوه انا وياك بطلعها. ايوه وطيحتك يوم طيحتك بالحفره. ايوه حفرنا حفره وطيحتني صح. ارتبطت كثير طبعا وجلست فتره طويله كمديره الدار حوالي 19 سنه وطلبت بعدها ان يعني ارتاح قليلا من هذه المهمه واصبحوا ابنائي كبار. كان يعني عبد الرحمن كان في ذلك الفتره في الثانويه العامه وهو اصغر ابنائي، ما قصرت يعني اسمه الأميرة سارة التي اعتبرها قائدة ورائدة في تحفيزنا لحب الأيتام حقيقة. ما ابتعدت سمها عن الشأن الأسري، فبعد دار الحضانة تولت عدة مسؤوليات على صلة بالتنمية البشرية ورعاية الأيتام، وبقى قلبها يخفق للدار. فإيش هو الخبر الجديد اللي سمعته وحرك مشاعرها؟ قيل لي أن هناك طفلة صغيرة قد جاءتنا من أحد المناطق، وحدثتني إحدى الزميلات أنها أجد أنها أنسب أسرة لتأخذينها. فعلاً أصبحت ريم أعظم شيء جميل في حياتنا كلنا. أسمع أشوفك قاعدة تتعلم كويس. أيوة الحمد لله. سوينا البروجكت اليوم حق ستم. ستم كيف طلع؟ في البول أنت تكلمتي ولا صاحباتك؟ لا كلنا تكلمنا سوينا. كويس. انبسطت عليك تيتشر؟ أيوة الحمد لله. منى من البنات المميزات، كانت شقية شوية وهي صغيرة، كان عندها احتياج أن يكون في أحد دائم معها، في أسرة تكون قريبة منها. فالحمد لله أصبحت الآن يعني إنسانة ما شاء الله تبارك الله متميزة ونفخر فيها كلنا. لولو من بناتي الكبار المميزات اللي كانت يعني احتضان جزئي أو زيارات، إنسانة مبدعة أنا أعتبرها قدوة لكل بنت، ليست فقط يتيمة، لكل بناتي ونموذج مميز. محمد قضية خاصة، محمد أحبك يا محمد، أحبك كثير زي ما تحبني وأكثر. عمر أنا فخورة فيك وباللي حققته في حياتك في مجالات عملك ومع أسرتك، أتمنى أشوفك إن شاء الله في أفضل مكان وتحقق طموحك في حصولك على الدكتوراة. كل أحد منهم أنا احتضنته كبيرا أو يعني صغيرا أو جزئيا حتى من كأسرة صديقة أصبح جزء من العائلة. ريم حياتي.
تقدر ينهر حياتي. بنت متميزة وبكلها شأن عظيم. أنا بس أستنى إن شاء الله اللحظة اللي أشوفها إن شاء الله خريجة من أفضل الجامعات. أنا أعتبرها رسالة بالنسبة لي، هي أني أنا يعني أساعد طفل أنه يلاقي أسرة. هذا أهم هدف عندي في حياتي. عمر، محمد، ريم، ومين بعد صار فرد من أسرة سمها؟ الحمد لله من يوم كنت صغيرة كان عندي سبحان الله ثقة باللي ربي رزقني فيه إن أنا أكون من فئة الأيتام. لما كنت في المدرسة أكيد إن أنا حسيت بحزن إنه وأحاول إن أنا أتحاشى هذا المكان عشان أنا ما يسلطون الضوء علي وأنا اللي لازم أرد عليهم، فكنت أحاول إن أنا أتحاشى هذا الشيء. لكن أنا من يوم صغيرة أنا أحب أكون واضحة معهم، أقول لهم أنا من دار الأيتام. إذا جابوا طاري على شيء بالعائلة أو كذا وأنا ماني قادرة أجاوب عليه، خلاص أصير أدور أي شيء يلهيني، أطلع من الكلاس، أسوي أي شيء، المهم إنه معي يصادف إنهم يحكون معي أو يفتحون معي هذا الموضوع. كان يفرحني أكثر شيء وأنا صغيرة كان يوم العيد. يوم العيد لما يجون يجيبون لنا هدايا والسياكل والأشياء كنا مرة نستانس، مرة 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 نستانس. لكن الأشياء المحزنة وقت مثلا ما يكون في حضور مجلس أمهات في المدارس، أو يكون في تخرج، أو يكون فيه أي شيء مناسبة يكون وجود الأم ضروري فيه، وتكونين فخورة أنه عندك أم. أنا كانت تحضر عندي أخصائية، ما كانت تحضر عندي أم. كل هالمواقف كانت تحفر في روح البنت الصغيرة وتجرح مشاعرها الرقيقة، لكنها تخطت كل الآثار النفسية. كيف؟ والحمد لله أنا كمان قعدت أطور من نفسي وأحضر دورات في الثقة في النفس، لأنه ما حد راح يعني يمدني بهذه الثقة إلا أنا نفسي. فالحمد لله رحت أخذت دورات، أخذت أشياء عشان أنا أقدر أواجه المجتمع الخارجي وأقدر أكون واثقة من نفسي وأتكلم بكل ثقة إنه أنا يعني من هذه الفئة. أكيد في كثير ناس وقفوا جنبي ما أنساهم أبداً، لكن وقفة أمي سمها غير، كانت وقفة أم. ملفت هالعلاقة الأسرية الراسخة والمستمرة عبر السنوات بين سمها ومنى. أمي سمها كانت وما زالت هي الأسرة الصديقة لي. أروح لها كل نهاية أسبوع، أروح لهم في المناسبات الاجتماعية الخاصة، ممكن أنا حتى أسافر معاهم. سبحان الله يعني فجأة كذا أدخلتني في جو العائلة. أول شيء ثقتي في نفسي، صرت أقدر أقول خال، عمة، خالتي، أقدر أتكلم، أقدر أدخل مع المجتمع، أقدر أتكلم في هذه الأمور. فمثل ما لقت منى الطفلة كل الحنان والاحتضان، وجدت منى الشابة كل الدعم والتفهم في شبابها من أم منحت أبنائها أقصى اللي كانوا يحلمون فيه، منحتهم عائلة. أنا طفولتي علمتني كثير، خلتني أوصل للي أنا فيه الآن. تحديت مصاعب كثيرة، يعني أمي دعمتني طول السنين طول السنين. الآن جاء دوري. لكن وش راح تسوي منى؟ وكيف تبادل عطاء اللي وقفت جنبها من لما فتحت عينها على الدنيا؟ جمعية كيان، جمعية يعني خلقت لي تلبية احتياجات الأيتام. أنا الآن موظفة الحمد لله بوظيفة مستقرة، أخذت شهادة الماجستير في رياض الأطفال، والحمد لله يعني أنا اشتغلت على
الحصول على شهادة TOT اللي هو تدريب مدربين. عندي شهادات يعني الحمد لله كثيرة، هي اللي صنعتني، هي اللي راح تصنعني. كلنا نعيش وحدة، بس أنا دائما أختار أشغل في الأشياء اللي أنا أحبها. وبالنسبة لي الرسم علاج، ما يهم إيش أرسم لكن أفرغ، لأني أنا لما أرسم أعبر عن كل شيء في داخلي، إيش ما كان. وبعدين إيش أسوي؟ أحط قزازة أغطيه، لأن خلاص هذه المشكلة اللي أنا مريت فيها أو التحدي أو الصعوبات أنا غلفتك. وبعدين إيش بتصير؟ من الذكريات. أجي كل مرة أطلع أقول لي منى تحديت الصعوبات هذيك، هذه اللوحة بالنسبة لي كانت تحكي يعني قصة تحديتها ومشيت. تأسست الجمعية سنة 2016 من أهدافها تمكين ذوي الظروف الخاصة ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع. وترأس مجلس إدارتها الأستاذة سمها بنت سعيد الغامدي، ويستفيد من خدمات الجمعية أكثر من 1020 مستفيد، يقابلهم عدد مماثل من المتطوعين. اليتيم يتعرض لمشاعر غير جيدة عندما يكون أو يتلقى التربية أو يتلقى النضج عن طريق أشخاص غير جيدين، فبالتالي الشخص اللي يقدم الرعاية لهذا اليتيم هو اللي راح يبني فيه الأثر النفسي. لا يوجد لدينا أرقام واضحة لمرتدي العلاج النفسي من الأيتام، لكن هو حقهم من حق أي شخص آخر يصاب بأي مشكلة نفسية، أي اضطراب نفسي، أن يتم مساعدته عن طريق العلاج النفسي أو المساعدة النفسية بأي شكل من أشكالها كانت تكون. فبالتالي دورنا يكون بأن احنا نعامل الطفل اليتيم كما أي طفل آخر، لنصنع منه شخصية سوية نفسيا وأكثر استقرارا نفسي. كنت يوميا يعني أعدي على مديرة الدار وأسألها، وكنت دائما أقول لها الله يخليك إذا ما وافقوا لا تقولي لي، لأنه سبحان الله انتقل عندي شعور أنه ابني تماما. مثل منى انتمت فاطمة نواصر لجمعية كيان، لكن قصتها مختلفة ومشوقة ومؤثرة وتستحق أن تروى. والله فكرة أني أنا تعرفت على الجمعية هذه كانت مرة جميلة. أستاذة سمها تواصلت معي على أساس أنه أنا أكون مساعد بالجمعية، وفعلا انتقلت إلى جمعية كيان، وهي جمعية متخصصة برعاية الأطفال مجهولية الأبوين. لما أول شيء انتقلت جمعية كيان وشفت الخدمات والمساندة التي تقدمها الجمعية، الجمعية نفسها قدمتني لدار الحضانة، كنت أساعدهم، كنت مشرفة تعليمية على الأطفال هناك. من هذه الخطوة هي اللي قربتني أكثر إلى الأيتام. طبعاً بدأت علاقتي بالطفل اللي أنا احتضنته من خلال دار الحضانة. سبحان الله كنت دائماً أشوف هذا الطفل، يعني من بد الأطفال كنت أحس أقول إنه هذا، يعني حتى كنت أمزح معهم، كنت أقول لهم هذا الولد لي، هذا ولدي، يعني شعور، طبعاً شعور أم. كان تقريباً عمره سنة تقريباً، فعرضت شعوري هذا على مديرة الدار، طلبت مني أني أعطيها وقت تدرس الفكرة وتدرس الوضع، وطبعاً وترسل الأخصائيات أنهم يطمنون على الوضع الموجود عندي أيضاً بالبيت. بعدها بدأت الإجراءات اللي هي الطبيعية لاحتضان الطفل. كانت مناقشة طويلة بيني أنا وزوجي، بحيث أنه بالنهاية اقتنعنا أنه فعلاً إحنا أسرة قادرة على أن نحتضن هذا الطفل إن شاء الله إلى ما شاء الله. كنت يومياً يعني أعدي على مديرة الدار وأسألها هل في أخبار جديدة، هل جت الموافقة، هل، وكنت دائماً أقول لها الله خليك إذا ما وافقوا لا تقولي لي، لأنه سبحان الله انتقل عندي شعور أنه ابني تماماً. هل
بتحقق المنى اللي تمنت وبتضم الصغير إلى أسرتها الكبيرة؟ كنت بالجمعية، يعني كنت أدي عملي التطوعي بالجمعية. اتصلت علي مديرة الدار وقالت لي عندي لك خبر جميل. قلت لها إن شاء الله أنه خير. قالت لي الحمد لله جت الموافقة الرسمية. فأذكر رديت عليها رد، يعني هي إلى الآن تقول أتذكر هذا الرد. قلت لها انتظري بسكر السماعة بطلع بالشارع أبصرخ من الفرحة وأرجع من شد الفرحة اللي فيني. فعلا تركت العمل، استأذنت وطلعت من العمل، رحت للبيت. طبعا أولادي كانوا بالمدارس، كنت أنتظر على أحر من الجمر أنهم يجون من المدارس عشان أبلغهم. رحت أنا أجيبهم من المدرسة، بالعادة أن السواق يجيبهم، وبلغتهم بالخبر السعيد. كانوا مو سعيدين، كانوا يعني سعادة غامرة للعائلة كلها أنه هذا الطفل فعلا. خبرتني مديرة الدار أنها تحتاج كذا يوم على أساس أنهم يخلصون الإجراءات. فقلت لها أنا ما أقدر، أنا لازم أجي اليوم. قالت لي تعالي تفضلي ما في مشكلة. فعلا إحنا رحنا بنفس اليوم أنا والبنات، خلاص رحنا بثقة أن هذا الطفل أحد أبنائنا. أنا مجرد أخذته وحطيته بسيارتي، يعني انتظرت تقريبا لمدة 10 دقائق بالسيارة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون الانتقال لهذا الطفل من هذا المكان إلى بيتي انتقال فيه بركة وفيه يعني رعاية وفيه اهتمام لهذا الطفل أكثر منه للعائلة، لأنه يهمني جدا. أنا لما احتضنت الطفل ما كان احتضاني لحاجة الطفل، يعني لأني أنا أم لأطفال، أم 6 أطفال، لكن انتقال هذا الطفل هو حاجة تربية هذا الطفل تربية صالحة وإنشاؤه كمواطن صالح. طبعاً لما جبناه أول يوم بالبيت الولد يعني من الفرحة ما جلس بالأرض، كل واحد من الأولاد كان يشيله شوية. طيب بس خلوه يجلس بالأرض، خلوه يمشي شوية، خلوه يتعرف على معالم البيت. كان من شد الفرحة اللي عند أولادي ولا تركوه، كل واحد يشيله شوية، كل واحد يشيله شوية. طبعاً كانت أول ليلة ليلة غريبة جداً، إنه كل واحد كان يقول خليه ينام عندي. Crash down it came. والله تركي لما دخل البيت أضاف لنا البهجة، وكان في تنافس شديد بيني وبين بناتي على رعايته. يعني عندي بنات ما شاء الله 2 كانوا يعني ماخذين المسؤولية التامة مني، سواء بالتأكيل، بالتلبيس، بالرعاية، بتقديم الخدمات لهذا الطفل. وهذا عجبني بصراحة، لأنه يعني كنت متخوفة شوية أني أنا أتحمل المسؤولية كلها، بعد خصوصاً أن ولدي اللي أكبر منه كان عمره تقريباً 7 سنوات. لكن فعلاً الدعم الشديد اللي لقيته من البنات وتحمس البنات لهذا الطفل يعني كان شعور جميل جداً. أعتبرها رسالة بالنسبة لي، يعني أنا يعني أساعد طفل إنه يلاقي أسرة. هذا أهم هدف عندي في حياتي. حملتي فيا ونسيتي. ريم حياتي، لأن أصبحت ريم أعظم شيء جميل في حياتنا كلها.